انا مش فاهم هو بيعمل معانا كده ليه؟ مأمورية ايه دي اللي بقالها 7 ساعات؟ احنا شكلنا بايتين هنا بقى خلاص. يا منار مالك ساكتة ليه؟ هو يعني كلام اللي هيمشينا من هنا؟ منار يا حبيبتي احنا لوحدينا دلوقتي ومفيش حد معانا، فممكن بقى تقول لنا الحقيقة. أنهي حقيقة فيهم؟ مين اللي قتل زياد وسارة؟ مش هي يا عمر، المحامي قال المحضر وقال لي كلام خطير جدا. الجريمة حصلت الساعة 10 بالليل وهم اكتشفوها الساعة 12 تاني يوم، ومنار كانت موجودة. أهي دي شفتها وفاكراها، دخلوا عليا زي القضا المستعجل. لو هي اللي كانت عملتها كانت مشيت من يوميها بالليل. طب ما هي عملت كده. بس استنى استنى استنى، هو أنت بتقول إن منار قتلتهم الساعة 10؟ طب ما هي ما كانتش في مصر. اللي أنت بتقوليه ده بس يا منار. وربنا ما كانت في مصر، يعني منار ما قتلتش، منار بريئة. قصدي يعني أني بريئة. أنا عارف ومتأكد من ده. وبعدين كمان فين السلاح اللي قتلتهم بيه؟ وديته فين يعني؟ أني في نفس الوقت كنت في اسكندرية، كنت بزور البنت اللي ماتت. أنت عارفة لو في شهود يأكدوا الكلام ده يبقى القضية خلصت ويدوروا بقى على اللي قتل زياد وسارة. هيلاقوه، منار بريئة. أنا مرات عمر. إيه ده؟ عمر. أنت؟ أنت إيه اللي جابك؟ أنا قلت لك خليك في البيت ارتاحي. ارتاح إزاي بس وأنت هنا؟ هو إيه اللي جابه هنا؟ أختك يا مدام. مش عارفة أقول لك إيه. تقول لها هي، تبعد عني وتطلعني من نافوخها. حقك عليا يا مروان. أنا آسفة. بتتأسف لها؟ بتتأسف لها ليه؟ هتجنيني، عايزه مني ايه؟ بتتاسف لها ليه عايزه افهم ليه؟ امال انت عايزاني اعمل ايه؟ انت كنت مخلياني واقفه في نص هدومي، ضيعتي عليا فرحتي باللي في بطني، خليتيني الف على الاقسام عشان اشوف جوزي، جوزي اللي انت ضيعتيه. ايه الاوفر اللي انت فيه ده؟ ضيعتيه؟ ضيعته ليه؟ عملت ايه يعني عشان ضيعته؟ اوفر؟ امال تسميه ايه حضرتك؟ ردي عليا فهميني. عمر اتعمل له قضيه تستر على مجرمه. انت يا ولدي مجرمه، قتلت أودلة مجرمة، يعني أنا عندي حق، أنا عندي حق. وعمر بقى ذنبه إيه؟ ذنبه إن أخوها يا ستي، ذنبه إن أخوها. وبعدين أنت مكبرة الموضوع ليه؟ عرفت إن المحامي اللي معاها هيطلعها بكفالة، سألت وعرفت، ما تكبرش الموضوع قوي كده يا أختي. لا يا حبيبتي، الموضوع مش بالبساطة دي، الموضوع أكبر من كده بكتير. للأسف يا غادة، أنت دوستي على كل حاجة، حبيبتي غير نفسك وبس. أنا كنت بدافع عن حقي، وحسام من حقي، حسام من حقي، وأنت أكتر واحدة عارفة ده أنت أكتر واحدة عارفة. بتدوسي على اختك؟ عمر طمني يا ستي، عمر مش هيحصل له حاجه، هيخرج. مفيش حاجه هتحصل لك انت كمان، لا حسام هيبص لك ولا هيفكر فيكي. يا بنتي افهميها بقى، ما انت قدامه بقالك سنين. ما سالتيش نفسك ليه عمره ما بص لك ولا سال فيكي؟ عايزه تعرفي ليه؟ عشان انا رخصت نفسي، انا رخصت نفسي، قدمت له نفسي هديه على طبق من ذهب. والراجل لما بيلاقي حاجه رخيصه ما بيقولش لا، يقول لا ليه؟ يقول لا ليه؟ بس انا بقى مش عارفه ابطل افكر فيه، مش عارفه ابطل احبه، مش عارفه اخرجه لا من دماغي ولا من جواه، ولا عارفه اشوف راجل غيره يا هند. ارتحتي؟ انا مش عارفه اشوف حد غيره، ومش هسيبه لحد غيري. انا لو حصلت اني اقتله هقتله، بس ما يبقاش مع واحده ثانيه. ارتحتي يا هند؟ عرفتي ليه ما بصليش؟ عرفتي ليه؟ خلاص خلاص، انا اسفه.